وشعبنا. إننا في كتائب القسام إذ ننعى للأمة الإسلامية رئيس المكتب السياسي الأستاذ الشيخ المجاهد إسماعيل هنية أبو العبد الذي استشهد في عملية اغتيال جبانة، فإننا نعاهد الله عز وجل على المضي في درب الجهاد نجالد العدو ونصارعه، ولن نحيد عن درب الجهاد، وسنقدم الكاد والجند حتى يأذن الله بإحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة.